الحقيقة بدأ شغفي بإنشاء المحتوى من فترة طويلة، لكن كان محتوى خاص بأصدقائي فقط، وكنت أشوف أنه لو بنطلع بمحتوى عام كرش السليني الأمر أكيد بيطلب مني الدراسة أو رؤية معينة عشان نطلع بمستوى مطلوب، ومش بطريقة عشوائية أن مجرد أصدقائي وناس تعرفني شخصيا اللي بيشوفوني ودون هدف أو رسالة معينة. لذلك سألت نفسي الأول شن بي من الحياة وشن هدفي عشان نعرف نطلع محتوى مناسب. بالنسبة لأول مرة نزلت فيها فيديو في قناتي كانت في مارس 2017. الفيدباك اللي يجيني على السوشيال ميديا والله الحمد أغلبها إيجابي، مع ضرورة وجود محبطين طبعا والناس اللي مش واصلها انت شنو تدير. اما على ارض الواقع ديما نقابل في ناس من مختلف الاعمار يقولوا لي انت رشا سليم يوتيوبر نتابعوا فيك. الحق نقابل فيهم في اماكن عامة في مختلف مدن ليبيا الحمد لله، وحتى لما طلعت برا حتى ليبيين في تونس وتركيا نفرح واجد نتفاجأ بيهم الحق. أنا واعية الفكرة إن الناس على السوشيال ميديا يقدروا يذموك بكل بساطة، لكن على أرض الواقع حتى الناس اللي بيحبوكش حيكونوا ودودين معك. في شباب وشابات واجد موهوبين في ليبيا ويختلف محتوى كل شخص الآخر، مثل أصدقائي إيناس وحيدة، سراج الدين عراب، تركية ليث، إسراء أبو شعلة، دكتور جوري صلابي، وحتى عبد العزيز المنصوري. القائمة الحق تطول ومش هنقدر نذكر الجميع، لكن بجد نحن عندنا شباب مبدع جدا جدا، وأمنيتي إني نقدر ندعم الشباب المبدع هذا لو بشيء بسيط.